للحضارة تاريخ وللتاريخ ذاكرة ورموز، وحتى نكفل للذاكرة فصولها ومساراتها وحيثيتها، قناة الذاكرة شعلة تضاف لقنوات التلفزيون العمومية لتكون سدا منيعا ضد تشويه مقدسات وثورة ورموز الوطن. قناة تعود بنا إلى أعماق تاريخنا، إلى اكتشاف ذواتنا، إلى التعرف على أنفسنا، علنا نخجل من تضحية الأباء والأجداد، ونفهم أن الوطن مثل ما كان بالأمس بحاجة لمن يموت لأجله، هو اليوم بحاجة لمن يعيش من أجله، لنساهم جميعا في بنائه وترقيته، ويبقى ذكر المجاهدين وتضحية الشهداء خالدين أبدا. لنتحدث تاريخا، واجب التذكر من جذورنا وغيرها من المحطات ستشكل مضمون الشبكة البرامجية على مدار 10 ساعات، إضافة إلى حصص تربوية وترفيهية وأفلام ومسلسلات تعكس تاريخنا وترسم معالم مستقبلنا. قناة الذاكرة ستكون أيضا فضاء للمؤرخين والباحثين والجامعيين لتقديم الحقائق التاريخية بمضامين صحفية ذات نوعية، كما ستكون سندا للمنظومة التربوية. ومواكبة للانطلاق الرسمي للقناة، تم إنشاء منصة رقمية تفاعلية تسمح للجمهور بكل شرائحه المشاركة في إثراء البرامج المقترحة والاطلاع على أرشيف التلفزيون.